فرحك كان ليه طقوس معينة، ممكن تكلمنا بالظبط عن الطقوس دي؟ كنت انت يعني في مشاكل في الليلة دي؟ لا خالص، لا هو في واقعة حصلت. يعني المفروض ان انا معروف طبعا ان العروسة لازم تنزل من بيتها عشان المنطقة اللي هي عايشة فيها يحصل عملية اشهار، كويس؟ فالمفروض ان انا اكون نازل من بيتي، كويس؟ انا المفروض انا كنت عايش في طنطا، فماليش هنا بيت في القاهرة عشان انزل منه واروح اخد العروسة من عند بيت ابوها يعني. فبالتالي كنت هناك في نفس البيت، بس هننزل مع بعض، ده اللي كان الاتفاق يعني. فليا خالي عنده اتيليه، فقال لي انا هعمل لك بدله، بدل ما تروح تشتري بدله وكده انا هعمل لك بدله جميله قوي. قلت له ماشي يا خال، ساعدني بقى في بدايه حياتي وكده، قال لي هعمل لك بدله حلوه كده. قلت له ماشي اعمل لي بدله، بس ابراهيم اوعى. قال لي لا 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 عيب، انت ابن اختي. قلت له ماشي، وانا بقلق قوي من حكايه ابن اختي دي. استنيت البدله، كويس، مفيش بقى لبسي خالص، انا عندهم في البيت ولبسي كله المفروض راح الشقه الجديده اللي احنا هنتجوز فيها في طنطا برضو. لا هنا في القاهره، بس انا بقى في بيت العروسه يعني. فالساعه بقت 8، بقت 8 ونص، بقت 9، وانا واقف قميص وبنطلون ومفيش حاجه خالص، ومفيش حد في يعني المقاس ده خالص يعني. فصدفت في نفس اليوم ان انا كنت نزلت مع حمايه الحاج حسن، قال لي ما تيجي بقى ايه اشتري بدله على ذوقك. ففي نفس اليوم كنا شاريين بدله لذيذه جدا على ذوقي، بس طبعا الحاج اقصر مني بكتير ومقاس مختلف يعني. فقال لي طب وبعدين هنعمل ايه؟ قلت له مش عارف. قال لي ما مش ممكن هتتزف بقميص وبنطلون. قلت له طب الحل ايه؟ قال لي لبس بدلتي. قلت له ما ينفعش يا حاج البس بدلتك ازاي؟ انت بتتكلم جد؟ قال لي والله العظيم البس بدلتي ولبست البدله. وتصرف، انزل بس اركب العربيه وهنتصرف يعني، هنجيب بعت لي لك بدله حتى من بدلك وكده وهنتصرف. ما كانش في حل غير اني لازم البس بدله حمايه. فلبستها. كويس؟ هو الجاكيت كنت انا ارفع من كده يعني. الجاكيت جه لذيذ. حلو الحمد لله. البنطلون مش عايز يوصل لتحت خالص. كان قصير البنطلون. في فرق كبير يعني، عارفه ازاي؟ بس انا بقى طبعا عملت يعني، عملت نفسي مش واخد بالي، كويس. طب والناس في قالوا زحمة. ايه؟ ما كنا نازلين بقى وزحمه وناس مش عارف بتهيص وبتزغرط ونزلنا على السلم وكده وبتاع ونطين في العربيه. ليلي يا عيني، مش ممكن اعيش من بعدك تخيلي جنب ليلاتي، مش ممكن اعيش من بعدك تخيلي جنب ليلاتي، وبقول يا ربنا ياخدك كنت اعمل ايه يا حياتي. ان شاء الله انت يا حبيبي هدايا وكل نصيب.